أتحدى الإدارة الأمريكية وأتحدى بومبيو وأتحدى جو ويلسون. الحكومات العراقية بغض النظر عمن كان يحكم وعن توجهه لم تكن حرة في مسألة القرار السياسي أو السيادي للدولة العراقية. ولدينا مصداق، لدينا عندما نتحدث كعراقيين لدينا مصادق كثيرة. طيب. على سبيل المثال للحصر، الاتفاقية الصينية لماذا تمانع الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيقها؟ عندما ذهبت حكومة السيد عادل عبد المهدي للاتفاق مع شركة سيمنز، ترامب بنفسه تدخل لأن يكون هناك ضغط على الحكومة العراقية وأن تلغى الاتفاقية مع سيمنز وتذهب إلى جنرال إلكتريك الأمريكية. طيب. بالتالي الدولة العراقية تحت احتلال أمريكي، هذا ما لا يريد النخبة داخل النخبة الحاكمة داخل المنطقة الخضراء الاعتراف به. من هنا نقول أن ماثيو تولر يمارس دور الحاكم العسكري. جيد. لا يستطيع الآن السيد الكاظمي طيب. لا يستطيع أن يتخذ قرارا بإخراج القوات الأمريكية لأنه أيضا سيطاح به كما أطيح بغيره. أضف إلى ذلك مسألة العقوبات، أنا الآن ومن خلال شاشتكم أتحدى الإدارة الأمريكية وأتحدى بومبيو وأتحدى جو ويلسون أن يفرض عقوبات على قاسم الأعرج. أتحدى. طيب ممتاز. ألم يكن قاسم الأعرجي قياديا في منظمة بدر وكان وزيرا للداخلية في دورات هي على المنظمة بشكل عام أستاذ كاظم؟ الأموال التي صرفت سابقا. جميل. هي على هي على المنظمة بشكل عام، لم يذكر هنالك أسماء حتى نكون دقيقين. أعود إلى الأستاذ هشام جمعة من جديد. عذرا، هادي العامري. نعم هادي العامري. أقول يعني ما معقولة طرحت اسم قاسم السيد قاسم الأعرجي.